أهلا بكم مجددا. وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة على مشروع قرار يوصي بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وينص القرار على وجوب انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة بعد منحهم حقوقا إضافية باعتبار دولتهم دولة مراقب. ونال القرار تأييد 143 عضوا مقابل اعتراض 9 وامتناع 25 عن التصويت. وقال رياض منصور مندوب فلسطين بالأمم المتحدة إن الحق الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة لا يجوز أن يخضع لحق النقد. تستمر حملة تشريد الشعب الفلسطيني وتدميره وتصل إلى مستوياتها، إلى ذروة مستوياتها. لكم أن تقرروا أن تقفوا إلى جانب حق شعب في الحياة بحرية وكرامة على أراضيه التاريخية وأراضي الأجداد، أن تقفوا إلى جانب السلام الذي يستدعي الاعتراف بحقوقنا وليس الاستمرار بحرماننا منها. في المقابل قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن تصويت الأمم المتحدة على القرار الذي يخص مشروع قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يعني تصويتا للرئيس المستقبلي لدولة حماس يحيى السنوار على حد وصفه. ها هو، أنا أقدم لكم النتيجة المستقبلية لتصويت اليوم. هذه هي النتيجة لتصويتكم اليوم. الرئيس يحيى السنوار المتوقع أن ينتخب رئيسا طاغية لدولة حماس برعاية الأمم المتحدة بالمناسبة، وهو يشعر بعميق الامتنان لكم، مدين لكم أنتم الجمعية العامة. كما مزق المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة ميثاق الأمم المتحدة بعد تصويت الجمعية العامة لصالح اعتماد قرار ينص على أحقية فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. This is your mirror. هذه مرآتكم. So that you can see لكي تروا بالضبط ما فعلتموه بميثاق الأمم المتحدة من خلال هذا التصويت المدمر. This is you are shredding. أنتم تمزقون ميثاق الأمم المتحدة بأيديكم. Yes, yes. نعم، نعم، هذا ما تقومون به، تمزقون ميثاق الأمم المتحدة. Shame on you. عار عليكم. للتعليق ينضم إلينا عبر الإنترنت من إسطنبول دكتور سعيد الحاج الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور الحاج. بداية، ما معنى هذا القرار وما الذي يمكن أن يبنى عليه؟ مساء الخير، تحياتي. لا شك أن هذا القرار غير ملزم، هو قرار رمزي يدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في موضوع عضوية دولة فلسطين بعد الفيتو الأمريكي الذي رفع أو أشر في وجه المقترح الجزائري. لكنه في نهاية المطاف استفتاء الحقيقة على مستوى دول العالم، يظهر أن الغالبية الساحقة من هذه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترى أن الفلسطينيين حقا في دولة فلسطينية، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال من إبادة جماعية غير مقبول، وأن الولايات المتحدة الأمريكية كما يقال تقف في الموقف الخاطئ أو في المكان الخاطئ من التاريخ، وأنه في نهاية المطاف لا يمكن التغطية على الإجرام الإسرائيلي فقط رفع الفيتو أو رفع حق النقد الذي تملكه بعض هذه الدول. وهو إشارة الحقيقة ضمنية أيضا أن هذه المؤسسة الدولية لم تعد لا تمنح الحرية ولا تمنح العدالة ولا تمنح الحقوق المتساوية لدول الأعضاء، وأن بعض الدول الاستعمارية التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية ما زالت حتى اللحظة تمسك بين شفتي أي مندوب أو ممثل لها في المجلس الأمن مصير دول ومصير شعوب. بنهاية المطاف هذا يحقق الحقيقة أو عفوا يؤكد الحقيقة بأن مجلس الأمن والأمم المتحدة الآن عاجزين تماما، ليس فقط عن وقف الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال على أرض غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية، ولكن أيضا حتى عن الحديث في الحقوق. المندوب الأمريكي يعني يتبجح بأنه هذه ليست الطريقة لإحقاق حقوق الفلسطينيين، وهذا يقضي على حل الدولتين، وليس مفهوما كيف، فقط لأنه يريد ذلك ولأنه يريد أن يستمر في دعم الإسرائيليين. أما الوقاحة الحقيقة والتبجح الذي قام بهما كما أشرتم قبل قليل مندوب دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، فهذا الحقيقة يعني يحتاج لشرح مطول. المحاولة عكس الأمور وقلب الحقائق وتسييف الأمور التي نتابعها على مدى 7 أشهر هي ديدا دولة الاحتلال، والحقيقة هو تكرار مرة أخرى
لمرحلة النكبة وتأسيس ما يسمى بدولة إسرائيل، اعتبار أو ادعاء المظلومية واحتكار الحقيقة، تزييف الوقائع ورمي التهم على الطرف الآخر، كلها أمور تتكرر مرة أخرى الآن أمامنا في حرب الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين. وبالتالي مرة أخرى هذا القرار هو استفتاء دولي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تجرم كما دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، وأن الفلسطينيين حقا في إقامة دولة لهم، وأن هذه الإبادة مرفوضة من معظم دول العالم. لكن هذه الدول 143 دولة إن لم تخن الذاكرة، الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في المتحدة، لا تملك حق القرار، بينما يملك حق هذا القرار دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، تملك حق النقد، لأن مجلس الأمن والأمم المتحدة مبنيان على نظام ضائم وليس عادلا وليس متساويا. طيب سيد الحاج، ما أهمية هذا القرار طالما أنه يوصي بمجرد إعادة التصويت مرة أخرى إلى مجلس الأمن، طالما أن الولايات المتحدة ستقوم باستخدام الفيتو كما استخدمته المرة الماضية؟ الحقيقة هناك مساران، يعني هناك أهمية. الأهمية الأولى هي زيادة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. في نهاية المطاف نحن رأينا بعض التغيرات في الموقف الأمريكي، ليس منبعها أخلاقيا ولا مبدئيا بالتأكيد، لكن هناك ما يتعلق بالانتخابات الأمريكية وانتفاضة الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، ورؤية الإدارة الحالية بأن فرص بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة قد تتأثر بشكل كبير بسبب الموقف الداعم تماما لحكومة الاحتلال في حرب الإبادة. ولذلك رأينا بعض الاختلافات التفصيلية، دعني أقول، يتعلق بالمدنيين في رفح والمفاوضات وقف إطلاق النار وما إلى ذلك. وبالتالي هنا قد ينظر للأمر على زيادة الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية، إذا وضعناها جانبا إلى جانب الضغوط الداخلية داخل الحزب الديمقراطي وداخل الشارع الأمريكي، ثم أيضا المحاكمة أو الدعوة التي ما زالت مستمرة أمام محكمة العدل الدولية واتهام دولة الاحتلال بارتكاب إبادة، وكون الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول الداعمة، أنا أعتقد أن ذلك يعني يزيد في مدى الضغوط التي تتعرض لها الإدارة الأمريكية، وقد يحسن ربما أو يعدل شيئا ما في موقفها. الأمر الثاني أعتقد متعلق أيضا ببعض الإجراءات العملية المرتبطة بفلسطين كونها دولة غير عضو في الأمم المتحدة ولكنها دولة مراقب، إعطاء بعض الامتيازات وما إلى ذلك. هذا يعبر الحقيقة عن رغبة دولية سوف تزداد أو تستمر بطريقة أو بأخرى. رأينا كثير من الحالات التي استخدم فيها حق النقد أو الفيتو في مجلس الأمن ثم ذهب بالأمر للجمعية العامة، التعبير عن أن قرارا ما أو مسارا ما يعبر عن رغبة معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحقيقة، الأمر لا يمكن تجاوزه بسهولة. واضح أن الإدارة الأمريكية لن تغير قرارها بسهولة أو قريبا جدا، لكن هي في نهاية المطاف تعبير عن تشكيل المناخ السياسي في العالم. واضح أن طوفان الأقصى، هذه الحرب العملية أولا ثم الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يعيد الكثير أو يعيد تفسير الكثير من الظواهر وإنشاء ظواهر جديدة على مستوى العالم فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعاد إحيائها وضعها على الطاولة مرة أخرى بما لا يمكن تجاوزه. الآن الإدارة الأمريكية تدعي أنها تريد إحياء حل الدولتين، لكن واضح أنه في المسار العملي ليس هناك ما هو مطروح وحقيقي. حتى فكرة وقف إطلاق النار ووقف هذه الإبادة التي تملك الإدارة الأمريكية وتملك الضغط على حكومة نتنياهو، لا نرى هناك تصرفا حقيقيا أو توجها حقيقيا بهذا المسار. ولذلك أنا أعتقد أنه يبقى الأمر رمزيا وزيادة في الضغوط، لكن لا نتوقع الحقيقة للأسف الشديد أن يكون له مردود عملي قريبا وقريبا جدا. طيب سيد الحاج، بخصوص عمليات التفاوض وما إلى ذلك، المفاوضات لا زالت تراوح مكانها خصوصا مع النقوص الإسرائيلي عن التعهدات الأولى بالموافقة على هذه الوثائق التي تخرج بمتابعة أو بقبول أمريكي، كيف تتابع هذا المشهد؟ لو الحقيقة الموقف التفاوض أنا أعتقد أنه لا يروح مكانه ورجع تقريبا لنقطة الصفر، لأنه في نهاية المطاف شهور طويلة من التفاوض أنضجت إثارا عاما ومراحل ثلاثة بشكل عام للتفاوض ومدى إمكانية التوصل بين الطرفين لاتفاق ما، وعندما تم حدوث اختراق ما بتدخل الوسيط الأمريكي الذي هو ليس وسيطا نزيها في نهاية المطاف ويقف إلى جانب دولة الاحتلال، أبدت حركة حماس مرونة عالية جدا ووافقت على المقترح بعد أن حصلت على ضمانات أو حديث عن ضمانات أمريكية لتطبيق الاتفاق. هنا عندما وضع نتنياهو في الزاوية اختار أن ينقص تماما عن كل المسار وليس فقط عن بعض التفاصيل هنا وهناك. الحديث عن الجولة الأخيرة أو الرد الإسرائيلي بعد موافقة حركة حماس على الاتفاق الإطاري الذي عرض عليها وتقريبا رجوع إلى نقطة الصفر، وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا يعقد المسألة أكثر فأكثر، وهو يشير مرة أخرى أو يؤكد بأن ليس فقط نتنياهو، الحكومة الإسرائيلية، مختلف الشركاء وحتى ما يسمى بالمؤسسات أو الدولة العميقة في إسرائيل لا تريد حتى اللحظة وقف الحرب، تريد أن تستمر بالضغط في موضوع رفح من جهة لتحقيق مكاسب مفترضة سياسية وعسكرية وسياسية وأمنية في قطاع غزة وفي رفح تحديدا في مواجهة
من لم تواجهه من قوات القسام وحركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية، وأيضا زيادة الضغط على الطرف الفلسطيني في هذه المفاوضات. ومما رأينا من موقف أمريكي شبه متفهم لهذا النكوص الإسرائيلي، نرى أنه مرة أخرى ليس وسيطا نزيها، وبالتالي لسنا قريبين جدا من التوصل لاتفاق ما. أنا أعتقد أن الإطار الأخير الذي عرض على الطرف الفلسطيني ووفق عليه ما زال يصلح إطارا مع بعض التعديلات البسيطة ربما للتوصل لوقف إطلاق نار، لكن لا يبدو أن هناك رغبة إسرائيلية ولا يبدو أن هناك إرادة أمريكية حقيقية في الضغط على نتنياهو، التي تملكها الإدارة الأمريكية مرة أخرى ولا تريد أن تفعلها. وبالتالي أعتقد أننا أمام سيناريو جديد مشابه ربما لما كانت تفعل دولة الاحتلال مع منظمة التحرير، الوصول لاتفاقات مبدئية معينة ثم النقوص عنها وزيادة الضغوط للحصول على تنازلات فلسطينية. الفارق هنا الحقيقة بأن المقاومة الفلسطينية ما زالت قائمة على رجليها، ما زالت تقدم أداء متميزا حتى اللحظة، حتى اليوم في معارك رفح وغيرها في قطاع غزة، وأن موقفها صلب ويعني يدور أو تلتف حوله الفصائل الأخرى، وأيضا يلتف حوله حاضنة شعبية رغم كل المآسي والكوارث وحرب الإبادة التي تخوضها القوات الإسرائيلية. ما زال هناك دعم وإسناد للموقف التفاوضي لحركة حماس أولا ثم الفصائل الفلسطينية الأخرى. وبالتالي أنا أعتقد أنه ليس من السهل على دولة الاحتلال أن تتنصل تماما، هي في نهاية المطاف ستخوض معركة ما في رفح لكنها لن تحقق شيئا، كما لم تحقق شيئا في شمال غزة وفي غزة وفي خان يونس والمحافظات الوسطى. وبالتالي ستعود لحظة الحقيقة، ماذا بعد التدمير وماذا بعد القتل والحصار والتجويع؟ ليس هناك أي إمكانية لا للقضاء على الحقوق الفلسطينية ولا على إبادة الشعب الفلسطيني ولا على تهجير وإضرافة هذا الخيار تماما، ولا حتى لتركيع وإنهاء المقاومة الفلسطينية. وبالتالي سيكون هناك مسألة تفاوض مرة أخرى، الذي مرة أخرى سيعود لهذا الإطار. ربما هي نوع من التأجيل إنجاز التعبير، محاولة إرضاء نتنياهو لأعضاء المتطرفين في حكومته بن غفير وسموتش وغيره بأنه يخوض معركة رفح، محاولة تطمين ربما جهات في المجتمع الإسرائيلي الداخلي بأن هذه الحكومة لم تتنازل حركة حماس. لكن في نهاية المطاف هو يدرك وجميع الأطراف تدرك عفواً أنه لا مناص إلا بالعودة مرة أخرى للتفاوض، والتفاوض تحديداً مع حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية التي ندعوا أنهم قادرون على إنهائها وإفنائها قبل أشهر طويلة. شكراً جزيلاً لك دكتور سعيد الحاجة، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من إسطنبول.